مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم، لقاء جديد في من القاهره، اهلا وسهلا. كالعاده مجموعه من الاخبار المتعلقه بالشان العام بعدها الحوارات. اليوم عندنا حوارين مع حضراتكم، العلاقات المصريه الاماراتيه تاريخ طويل من التعاون المشترك، ده الحوار الاول. الحوار الثاني ميكنه وتطوير الشهر العقاري. دول الحوارين، ايضا مجموعه من الاخبار. بدايه الاخبار، عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارض الوطن بعد زياره دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، قدم خلالها واجب العزاء في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك لدى وصوله اليوم إلى أبو ظبي. كما هنأ سيادته سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم، معربا سيادته عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء في المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أن توفير كل الإمكانيات لحماية الأمن القومي ومفهومه الشامل هي من أقدس واجباتنا. كان زعيما حكيما وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان حكيم العرب. ولدى وصول سيادته أبو ظبي، كان في استقبال سيادته سمو الشيخ محمد بن زايد وكبار رجال الدولة في الإمارات وأعضاء السفارة المصرية. كما اجتمع سيادته مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن السيد الرئيس أعرب باسمه وباسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدمه لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار. وسطرت دولة الإمارات في عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إنجازات قفزت بها إلى مصاف الدول العالمية، حتى أصبح الثاني اقتصاد عربي والخامس والعشرين عالميا. وضمن الشيخ خليفة لمواطنيه تنمية ورخاء مشهود، لقب بزعيم الإنسانية لتخطي أعماله الخيرية حدود القارات كافة. شكلت مرحلة حكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدولة الإمارات العربية المتحدة التي امتدت على مدار 18 عاما مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ نجاح الإمارات،
ووصولها في فترة وجيزة إلى المنافسة على المراكز الأولى عالميا في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. عين الشيخ خليفة بن زايد نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات عام 1976، وكان شاهدا على ميلاد دولته وركنا أساسيا في رحلتها التنموية التي لا تزال فصولها تتوالى بأيدي قادة نهلوا الإخلاص والعزيمة من الرعيل الأول الذي يستقي منه الآخرون قيم الوفاء والانتماء للوطن. انتخب الشيخ خليفة رئيسا لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في نوفمبر عام 2004 عقب وفاة والده الشيخ زايد طيب الله ثراه. وبعد انتخابه يرحمه الله اتخذ من الماضي نقطة انطلاق للمستقبل، سار على نهج والده الذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار. فسطرت دولة الإمارات في عهد سمو الشيخ منجزات استثنائية دخلت بها إلى المستقبل، حتى تبوأت الدولة مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، لقب بزعيم الإنسانية لريادته في العمل الإنساني العالمي، فمواقفه تظل شاهدة على عظمة القائد. الشيخ خليفة لم يتوانى عن الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة أن خططه ورؤيته قادت الدولة إلى تحقيق مكانة مرموقة بين القوى العالمية. مد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم لدول الأمتين العربية والإسلامية، فأصبح امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده الشيخ زايد الملقب بزايد الخير. أما خليفة السند فكان مساندا مخلصا لمصر في كل الأوقات، فترك الراحل تراثا عظيما من المواقف تجاه مصر قيادة وشعبا، فمصر لن تنسى مواقف الشيخ خليفة بن زايد الداعمة في أدق الظروف والتي سجلت في كتب الأخوة المصرية بحروف من نور. فصارت العلاقات أخوية متكاملة تطبيقا لمقولته المعروفة بأنه إذا اتفقت مصر والإمارات فإن الاستقرار سيعم الإقليم بأكمله. فكان زعيما كريما سندا متينا كان امتدادا لمواقف والده الراحل المحب لمصر وشعبها. رحل الرجل الذي قال عنه والده الشيخ زايد إذا كنتم تظنونني طيبا فإنكم لن تعرفوا ابني خليفة. هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الشيخ محمد بن زايد النهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد في خدمة البلاد والعباد. الجدير بالذكر أن الإمام الأكبر كان قد نعى الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية بعد رحلة زاخرة بالإنجازات قدم فيها لبلاده نموذجا فريدا في الريادة والإزدهار. هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشيخ محمد بن زايد النهيان بمناسبة اختيار رئيسا لدولة الإمارات العربية الشقيقة. وقد أعرب البابا توادروس الثاني عن ثقته في سير الشيخ محمد بن زايد على درب البناء والرقي والتقدم الذي أرساه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان النهيان، مستكملا المسيرة الناجحة التي قادها الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد. وكان المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة قد انتخب اليوم بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيسا للدولة. وعقد المجلس اجتماعا اليوم في قصر المشرف بأبو ظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
حضر الاجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي. جاء انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية بالإجماع. سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، وفاء لما أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة من قيم أصيلة رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. عند بلوغه 18 من عمره أتم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراحله الدراسية بمدارس الدولة في مدينتي العين وأبو ظبي، إضافة إلى المملكة المتحدة، إذ تخرج عام 1979 في أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية البريطانية بعد تلقيه تدريبه على سلاح المدرعات والطيران العمودي والتكتيكي فضلا عن القوات المظلية، ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات. شغل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مناصب في القوات المسلحة الإماراتية، تدرج فيها من ضابط في الحرس الأميري الذي يمثل قوات النخبة في دولة الإمارات إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخابه رئيسا للدولة. ساهم سمو الشيخ محمد بن زايد في تطوير القوات المسلحة لدولة الإمارات، مستلهما توجيهات المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الراحل. وقد ساهمت توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد القيادية في تقدم القوات المسلحة الإماراتية لتصبح مؤسسة رائدة تحظى بتقدير لفيف من المؤسسات العسكرية الدولية. كما بذل سمو الشيخ محمد بن زايد جهودا حثيثة لتطوير التعليم في إمارة أبو ظبي وصولا إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالميا. يكن سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة تقديرا كبيرا لمصر، مشيدا بما تتسم به علاقات الدولتين من أخوة صادقة ووثيقة، مؤكدا حرصه الشخصي على تعزيز علاقات التعاون وصولا إلى آفاق أرحب. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. التقى الفريق ركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وكذا زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأشاد وزير الدفاع الوطني بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة
معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية. أكد رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أحمد العطار أن نتائج تحليل شحنة أول مركب قمح هندي يتم شحنه لمصر أكدت الجودة العالية للقمح الهندي والذي تعدت نسبة البروتين فيه 14% مع نسبة رطوبة أقل من 9%، وذلك بالإضافة إلى مطابقة لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابق مع كافة اشتراطات الحجر الزراعي المصرية. وأكد العطار في التقرير الذي رفعه إلى وزير الزراعة أن نتائج التحاليل أشارت وأكدت خلو شحنة القمح الهندي لمصر من كافة الآفات بالإضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة. في سياق متصل أكدت وزارة الزراعة استمرار عملية حصاد القمح مستمرة لما يقرب من 40,000 فدان قمح بمحافظة الجيزة، متوقعة استقبال ما يصل إلى 120,000 طن قمح محلي من محافظة الجيزة وحدها مع انتهاء موسم الحصاد. وأكدت الوزارة أن كل المستحقات المالية للمزارعين تصرف خلال 48 ساعة من توريد المحصول. تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي هدف سعت إليه الدولة المصرية بزراعة 3.6 مليون فدان بمحافظة مصر لتحقيق إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن من القمح. قرية المنصورية بمحافظة الجيزة شاهدون على تحقيق إنتاجية عالية الجودة من محصول القمح. النهارده وسعنا توسع افقي، يعني النهارده كان المزروع السنه اللي فاتت 3.4 مليون فدان، النهارده وصلنا 3.6 مليون فدان، يعني بزياده عن العام اللي فات 200,000 فدان، فده كله هيصب في الناتج القومي، لان احنا عايزين نقلل الفجوه بين الاستهلاك وبين المنزرع. ده انا جبت النهارده من 15 ل 20 ارداب ب 900 جنيه بكام؟ بيصرف ايه؟ ما بيصرفش حاجه، انا معايا ما بيصرفش حاجه. شويه ميه وشويه سماد، والسماد متوفر في الجمعيه الزراعيه الحمد لله، والتقاوي خدناه من الجمعيه الزراعيه والحمد لله، والمعدات خدناها من الجمعيه الزراعيه كلها. فيعني زراعه القمح النهارده زراعه مجزيه جدا جدا جدا. حوافز ومميزات تقدمها وزاره الزراعه والجمعيات الزراعيه وتسهيلات مقدمه للمزارعين والفلاحين لزراعه محصول القمح. انتاجيه الفدان بتعمل عندنا هنا لان احنا بنروي برايب التنقيط من 15 ل 16 ارداب بالفدان، طبعا بخلاف الارض السمراء او الطينه السمراء حوالي 20 ل 21 فدان دي القصوى، اما عندنا الدرجه الدنيا هنا حوالي 13 ارداب بالفدان. تجاوي بيقضوا من عندنا تجاوي مضمونه كويسه جدا. لما يحصل زي كده الجرار بتاعنا اللي بيجي الجرار بره غالي، احنا مرخصين الكلام ده. الكميات هنا بنضم مثلا من الساعة 7 للساعة 4، هو بنضم باليدوي أفضل عن المعدات عشان بننظف على إيدينا والمحصول يعني بيبقى حلو. وزي ما أنت شايف حضرتك إحنا بندرس النهارده والحمد لله المحصول حلو السنة دي وكل حاجة حلوة الحمد لله. زيادة المساحة المنزرعة قمحا بمحافظة الجيزة وانخفاض سعر التقاوي وتوفير الأسمدة بالجمعيات كانت السبب وراء زراعة 40,000 فدان من القمح بمحافظة الجيزة. متابعة مستمرة لحصاد محصول القمح في جميع محافظات مصر، خاصة بعد تحقيق إنتاجية عالية تصل إلى 10 مليون طن هذا العام، وزراعة ما يقرب من 3.6 مليون فدان بجميع محافظات مصر. من داخل قرية المنصورية بمحافظة الجيزة، عبد الحميد صقر، النيل. احتفلت جمعية الهلال الأحمر المصرية بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وشملت الفعالية استعراض دور وتدخلات في الأزمة الأوكرانية الروسية وإيصال الخدمات الإنسانية لجميع المواطنين المصريين والعرب العالقين. بفيلم تسجيلي عن جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش الجهود التي قام بها الصليب والهلال الأحمر في تقديم يد العون للمتضررين من الأزمة.
وفي كلمتها التي ألقتها بمناسبة اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر ومرور 195 عاما من العمل التطوعي للخدمة الإنسانية، أكدت القباج أن تلك الجهود نجحت في إنقاذ الآلاف من المرض والموت والجوع. يمكن هذا العام الهلال الأحمر مثل حقق أكثر من نجاح، وكان آخرهم زيارة السيدة حرم رئيس الجمهورية لجمعية الهلال الأحمر المصري لما رأته من جهود مبذولة، وهذه الزيارة الحقيقة لم تتحقق منذ سنوات عديدة لكن حدثت في هذا العصر. المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري لفت إلى تنوع الخدمات التي قدمت للعالقين المصريين سواء كانت خدمات علاجية أو دبلوماسية ساهمت في العودة إلى بلادهم. وإلى أشقاؤنا في الدول الأفريقية والدول المجاورة وإلى المتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد حرصنا جميعا على حماية أرواح أولئك الذين تضرروا من مختلف الأزمات والحفاظ على الصحة في أصعب الأوقات وخصوصا تفشي وباء كورونا. نجح الهلال الأحمر المصري منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية من خلال فرق الإغاثة للوصول إلى حدود أوكرانيا في توقيت صعب، وتمركزت هذه الفرق أعلى حدود بولندا ورومانيا للعمل على تسهيل النقل للمصريين وإعادتهم إلى وطنهم. إذن هي احتفالية جاءت لتؤكد على الدور الكبير الذي يقوم به الهلال والصليب الأحمر في تقديم كافة المساعدات الإنسانية للمصريين والعرب العالقين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. من الهلال الأحمر المصري محمد الخطيب، النيل. مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعد قليل. أولى حوارات من القاهرة، العلاقات المصرية الإماراتية، تاريخ طويل من التعاون المشترك، بتعتبر العلاقات المصرية الإماراتية هي نموذج للعلاقات العربية، بل نموذج للعلاقات بين الدول التي تتطابق فيها وجهات النظر وأيضا المصالح المشتركة لكلا البلدين. بعد قليل أولى حوارات من القاهرة، ابقوا معنا.